السلام عليكم مشتركات الكريمات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم راح ندير معكم عصير برتقال بالرمان. كما راكم تلاحظون المكونات اللي نحتاجهم، انا عندي هنا زوج حبات تاع برتقال قشرتهم وقطعتهم، هنا عندي زوج حبات تاع رمان فصصتهم كما راكم تلاحظوا، هنا سكر، انا درت زوج مغارف كبار تاع السكر، السكر هنا يبقى حسب الذوق تاعكم. عندي هنا كاس تاع ماء، هنا الماء ثاني على حسب القوام اللي راكم حابينه. دوك انا ندير البرتقال تاعي والرمان في الكاس ونضيف لهم شويه ماء والسكر ونرحيهم مع بعض ونرجع لكم. انا هنا بعد ما عصرت النص تاع البرتقال تاعي والرمان نص مع نص كاس تاع ماء، هاني تحصلت على هذا الخليط. انا دوك نصفيه ومن بعد نكمل البقيه تاع العصير تاعي كامل ونرجع لكم. هنا بعد ما كملت عصرت الرمان تاعي والبرتقال مع بعض وصفيتهم كما راكم تلاحظوا، انا هنا استهلكت غير كاس تاع الماء وضفت له تقريبا ربع كاس اخر، يعني هذا هو القوام اللي حبيته. هنا السكر هذا وراحني راح نضيفه، زوج مغارف تاع السكر. هنا كما قلت لكم السكر يبقى على حسب الذوق تاعكم، اللي يحب الحلاوه بزاف يقدر يضاعف السكر، انا يعني زوج مغارف تكفيني. نخلط انا العصير تاعي مع السكر باش يذوب لي السكر كامل، بعدا نوريكم في كاس التقديم. هاوليكم انا العصير تاعي هنا صار جاهز. كانت هذه هي وصفتي اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاعي ديروا لي جيم كالعاده، واذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم الاشتراك بها. انتظروني في فيديو اخر، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.